أنا اسمي إبراهيم الدسوقي، لطف راشد، من محافظة دمياط، مركز كفر سعد، قرية كفر شحات. اللي خلاني سافرت الظروف وحشة ومفيش فلوس، وأنا معايا 3-4 عيال وعايزين نعمل مستقبلهم، فقلت أسافر. فسافرت اليونان. أنا في ناس هنا سفرتنا، طلعنا من اسكندرية ركبنا في زورق، خلونا ودينا في مركب كبير، والمركب الكبير قعدنا 3 أيام في البحر. قعدنا، كان تالت يوم، كان يوم جمعة الساعة 10 بالليل، فضلنا بنموت في البحر، المركب بتغرق وكده يعني. المهم وصلنا هناك، وصلنا على كريت، خزنونا في مخزن، قعدنا 3 ايام في المخزن. طبعا لما ما لقيتش شغل هناك ورجعت اتينا، قعدت 3 شهور او شهرين ونص. وفي الشتاء هناك يوم بتشتغل ويومين بتقعد. ناس حبايبنا برضو قالوا لنا في منظمه هنا طبعا الهجرة الشرعية، قابلوني هناك ناس كويسين، قالوا انت عايز ايه؟ قلت له عايز ارجع مصر. قال عايز ترجع ليه؟ قلت له طبعا انا ما اشتغلتش والعمالة واقفة، فانا هرجع في وسط اخواتي وناسي واولادي. وسابونا جينا بقى ان بلدنا هنا. اتصلت على المنظمه، قابلوني برضه مقابله كويسه، وعملنا الورق بتاعنا وعملنا اللازم، وصرفوا لنا الفلوس وقدموا لنا المشروع نمشي منه، مشروع اعلاف، واشتغلنا بهم كده نصرف منهم يعني مساعده. والله انا لما سافرت هناك طبعا اتحرمت من عيالي وناسي واهلي، ومعيش ورق صح اقعد لايه يعني؟ قاعده في الفاضي، ما فيش فلوس، ما فيش مصالح، هقعد اعمل ايه؟ اروح احسن. والله لما رجعت مصر اهلي بقوا مبسوطين بجيتي، مش شرط فلوس. انت طبعا كنت مسافر سفر غلط وعن طريق البحر كنت بتموت، فانت ما ترجع له سعيد بيك، مش يعني يدورش على فلوس، هو بيدور عليك انت. لو في حد بيفكر يسافر بنفس التجربه طبعا هقول له لا، لان هناك اتبهدلنا واتبهدلنا في البحر، ورجعنا زي ما رحنا زي ما جينا. فاللي عاوز يعدي التعديه ديت فغلط، فيقعد هنا احسن. ال 40,000 افتح بهم اي مشروع هنا واصرف منهم احسن. لو في حد بره مصر عاوز يرجع هقول له ارجع تبع المنظمه الهجره الدوليه، واقول له هيساعدوك. لو جه قدامي فرصه ثانيه للسفر زي ما انا كنت مسافر طبعا لا، انما لو قانوني هسافر. طبعا المشروع ده ساعدنا ورفع من روحنا المعنويه برضه شويه، لان طبعا احنا كنا سالفين فلوس سدنا اللي علينا واشتغلنا ونصرف منه وكده. انا نشكر المنظمه اللي هي ساعدتنا، وبرضه المشروع ده كويس معانا، واشكر الناس اللي هي برضه اهتمت بينا وساعدونا بالمشروع وكده.